دي يا باشا وقفت لها المخدرات عشان الادمان كتر زي الارهاب بالظبط. بتحبط بيعمل كل حاجه وحشه جدا. لا ده كلام انت تقوله عشان انت ما خدتش تجربه. معلش لكن انا اقول لك انا ايه اللي وصلني المخدرات. دايما كنت بحس ان انا قليل، دايما كان عندي حب استطلاع لاي حاجه، دايما كنت عايز اعمل كل حاجه مش موجوده او حاجه جديده اللي هو المرفوض من الاخر. لا انا بقول لك انا شفت بعينيا عيال لسه في اولى اعدادي مسكره في بالها. شفت الكلام ده والمنتشر اكتر المخدرات الجديده اللي هي ستروكس والبوتو ومش عارف شفت الكلام ده كله وكله ومش كله. يعني انا شفت بس انا شفت بعيني. انت بتضحك لكن الحاجه دي موجوده. بص اللي بينام على الرصيف مش قادر يجيب البرشامه مش قادر يجيب بيروح للجزمجي بيجيب كله وبيشمها. الاول اتشرف بحضرتك. ابراهيم احمد يا باشا. لا علي صوتك استاذ ابراهيم. احمد 31 سنه. انا مدمن متعافي بطل بقالي 4 سنين الا شهرين. الحمد لله شكل حياتي اتغير. انا كنت في حته والنهارده في حته. احنا بندعم جمعيه اهل مصر. من اهل مصر احنا من اجل مصر. احنا النهارده بنحاول نوعي الشباب من تجربه المخدرات. بنحاول النهارده نوصل الناس ان في امل. النهارده ان في شويه حاجات احنا بنعملها النهارده بتخلينا نبطل، بتخلينا نتغير، بتخلي شكل حياتنا اللي كان مرفوض النهارده يبقى مقبول. انا بس عايز اقول للناس كلها لو حابه تساعد موقع الجمعيه هديه حضرتك وهديك الارقام بتاعتنا كلها. اي حد يقدر يتواصل معانا في اي وقت هيقدر يتساعد من خلال الاستاذ عمرو رشدي ومن خلال الناس اللي حواليه. احنا النهارده بس بنحاول نوصل ان في حل، دايما في حل. انا المنسق العام عن دايره الزيتون عن جمعيه من اجل مصر. الجمعيه ليها اهداف، من ضمن اهدافها انها بتخلق جيل جديد من الشباب قادر على تحمل المسؤوليه. فانا عشان اقدر احقق الهدف ده او اقدر انجحه لازم احافظ على الشباب، وعشان احافظ على الشباب لازم اعمل حاجه اسمها حمله توعيه لضد الشباب لضد المخدرات. الحمله دي ليها اهداف كتير قوي. ان احنا ما ينفعش النهارده يبقى صاحبي او قريبي او جاري ياخد مخدرات وابعد عنه. لا احنا عايزين نغير الفكر ده. ايه الفكر اللي احنا بنغيره النهارده؟ ان انا لو صاحبي او قريبي او ابن بلدي بياخد مخدرات انا اقف معاه وما اسيبوش في مشكلته واحاول احلها. حتى لو فشلت في اول مره احاول معاه مره واثنين وثلاثه واربعه. الاول اتشرف بسيادتك. كريم تاج. استاذ كريم حضرتك بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي مكان لاعاده المدمنين. تمام. ليه حضرتك فتحت مكان لاعاده تاهيل المدمنين؟ عشان خاطر هو العلاج بالنسبه لنا يعني بمنتهى البساطه ان احنا اللي اتعامل معانا والمساعده اللي احنا لقيناها بنحب ان احنا نديها للناس اللي زينا. انت حضرتك كنت مدمن وتعافيت؟ الحمد لله بقى لي 4 سنين الحمد لله بطل كل حاجه الحمد لله. حضرتك كنت يعني مدمن ايه؟ مدمن نشط، كنت مدمن هيروين ومدمن كل انواع المخدرات. تمام. وازاي حضرتك قدرت تبطل؟ بطلت عن طريق برنامج اسمه برنامج المدمنين المغلوبين. دول عالجوا حضرتك؟ البرنامج ده هو اللي عالج حضرتك؟ فتره العلاج اخذت وقت قد ايه؟ 6 شهور. وبقيت كويس ومش محتاج الحمد لله وحياتي ماشيه طبيعيه جدا الحمد لله. واتجوزت وحياتي ماشيه وبروح شغلي وحياتي ماشيه طبيعيه جدا وبقيت مقبول في المجتمع وبتعامل مع ناس طبيعيه والحمد لله ما عنديش اي مشاكل. انت حضرتك كام سنه دلوقتي؟ 35. تمام. الف شكر لحضرتك استاذ كريم. شكرا جزيلا.